أهلا يا حبابين، يا محبي القصص. عندي لكم اليوم قصة مؤثرة وجميلة بعنوان نور في الظلام، هبة العطاء. في ليلة شتوية باردة كانت هناك امرأة اسمها سعاد تعيش وحدها في بيت صغير على حافة الغابة. رغم فقرها كانت دائما تشعل فانوسها لإضاءة الطريق للمارين في الظلام. كان الناس يعجبون بكرمها رغم حاجتها، وكانت سعاد تقول دائما: النور الذي نقدمه للآخرين يضيء قلوبنا أولا. في شتاء قارس اجتاحت العواصف المنطقة وقطعت الطريق المؤدية إلى القرية. في إحدى الليالي العاصفة سمعت سعاد طرقا خفيفا على بابها. فتحت الباب لتجد شابا يرتجف من البرد تائه في الغابة. رحبت سعاد به وشاركت معه طعامها القليل وأعطته بطانية قديمة ليدفئ. في الصباح دلته على الطريق وأعطته فانوسها لتضمن وصوله إلى وجهته بأمان. غادر الشاب وهو يشكرها من أعماق قلبه ووعدها قائلا: لن أنسى أبدا النور الذي أنقذني. مرت الشهور وأصبحت حياة سعاد أصعب. في إحدى الليالي بينما كانت جالسة أمام بيتها تفكر في مستقبلها، توقفت عربة كبيرة عند بابها. نزل منها رجل أنيق، عرف نفسه بأنه الشاب الذي أنقذته يوما ما. قال: لم أنس طيبتك، واليوم جئت لأرد الجميل. أحضر معه طعاما وملابسا وبعض المال، وأضاف: نور فانوسك دلني إلى الحياة، والآن أتمنى أن أدلك إلى حياة أفضل. منذ ذلك اليوم عاشت سعادة حياة مريحة، لكنها لم تتوقف أبدا عن إضاءة فوانيسها. كانت تؤمن أن الخير الذي نقدمه يعود إلينا بأجمل الطرق. تذكروا، العطاء في أوقاتنا الصعبة يعيد إلينا النور عندما نكون في أمس الحاجة إليه. شكرا على حسن الاستماع، واستمروا في نشر النور.